جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائبا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المباشر التجويد الميسر، ونتابع بإذن الله سبحانه وتعالى مع منظومة الإمام ابن الجزري رحمه الله. وكنا يعني قد وصلنا إلى باب الصفات، إذا نواصل في هذا الباب. وكنا أيضا قد أنهينا الصفات التي لها الضاد، وشرعنا في الصفات المميزة لبعض أحرف اللغة العربية، يعني أنها صفات لا ضد لها. وكانت الصفة الأخيرة التي تكلمنا عنها بإيجاز ونواصل الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى عنها اليوم، صفة القلقلة. إذن نذهب إلى اللوحة التعليمية. قال رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. إذن نرجو من المخرج أن يذهب بالكاميرا إلى اللوحة التعليمية. نعم. إذن قال رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. هذه هي صفة القلقلة. قال رحمه الله: قلقلة قطب جد. هذا المقطع من البيت هو الذي يتكلم فيه الإمام رحمه الله عن حروف القلقلة. قال أنها هي قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال. نعم. توقفنا في الحلقة الماضية عند هذه اللوحة، وقلت أن الحروف المقلقلة المشددة هي عبارة عن حرفين أولهما ساكن مدغم في التالي: أولهما ساكن والثاني متحرك. الأول ساكن أدغم في الذي يليه. نعم. نحو قول الله سبحانه وتعالى: الحق الحق. وها هنا هذه القلقلة قلقلة عادية كالحرف الغير مشدد،
إلا أنها الحرف الأول مدغم في الحرف الثاني وهو القاف الساكنة، والقاف المتحركة هي التي تقلقل، هي التي تقلقل، أي أن القاف الثانية المتحركة هي التي عندها يتباعد نطقي المخرج فتخرج القاف مقلقلة بالتباعد كما بينت في المرة السابقة. فنقول الحق الحق هكذا. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى الحج ولا جدال في الحج في الحج هكذا، الجيم الأولى ساكنة والثانية متحركة ولكنها عند الوقف تسكن فهكذا تقلقل. نعم. إذن هذه من الملاحظات التي نلاحظها في يعني القلقلة. نزيد أيضا ملاحظة أخرى على شكل تنبيه، وهو أنه إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو مجانسه فلا يقلقل، إذ لو قلقل لانفك الإدغام. نعم، لو قلقل لانفك الإدغام، فما هكذا كانت العرب تنطق الحروف يعني التي أدغمت في الحرف الذي يلي الحرف المدغم، سواء كان ذلك الحرف مثله أو مجانسا له، وسنفهم ذلك حينما نأخذ أمثلة. المثال الأول قوله سبحانه وتعالى وكذلك حقت حقت، فلو أردنا أن نقلقل هذه القاف لقلنا حق حق حقت حقت، فما هكذا كانت العرب تنطق يعني هذه الحروف. لذلك إذا أدغم الحرف في الذي يليه وكان مماثلا له أو مجانسا له فيعني لا يقلقل هذا الحرف. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا هكذا. نأخذ مثالا آخر، أطلع الغيب، فلا نقول أطلع، نقول أطلع الغيب، لأن ها هنا هذا يقال له الإدغام يعني الناقص، وسيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى حينما نتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين. فأحكام النون الساكنة والتنوين منها الإدغام وكذلك إدغام المتماثلين والمتجانسين إلى غير ذلك حينما نأتي إلى الإدغام. فهذه الطاء لا تقلقل، فلا نقول أطلع الغيب، هكذا ننطقها. كذلك مثال آخر، والطارق، ولا نقول وط لا. كذلك مثال آخر، ثجاجا، هذه الجيم الأولى المشددة لا تقلقل، فلا نقول ثج، لا نقول ثج، نقول ثجاجا ثجاجا. المثال الآخر، وقد دخلوا، إذا نلاحظ أن الدال الأولى أدغمت في الدال الثانية، فهذا النوع من الدالات لا يقلقل، فلا نقول مثلا وقد دخلوا، لا، الدال الأولى تدغم في الثانية، وقد دخلوا، نقول هكذا وقد دخلوا. نعم. نأخذ مثال آخر، فرطتم، إذن هذه الطاء أدغمت في التاء بعدها فلا تقلقل، فلا نقول فرطتم، لا، نقول فرطتم. فالطاء الأولى أدغمت في التاء، والإدغام هو إدخال الشيء في الشيء أو النطق بالحرفين كالثاني مشددا، يعني إدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، أدغمت اللجام في فم الفرس يعني أدخلته فيه، أو أدغمت السيف في غمده.
هكذا. واصطلاحا هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا، فالطاء الأولى تدغم في التاء، فرطتم فرطتم، كأن الطاء يعني ذهبت تماما، بقي رسمها ولكن نطقها ذهب. كذلك أحط أحط، فلا نقول أحطت أحطت، لا، تقول العرب هكذا أحط، لأن هذه الطاء مدغمة في التاء. نعم. مثال أخير، لئن بسطت لئن بسطت، هكذا تنطق هذه الطاء، ولا نقول لئن بسطت لئن بسطت، هذا خطأ، نقول لئن بسطت هكذا. إذن هذه بعض الملاحظات، هذه ملاحظة من الملاحظات المهمة التي يجدر بنا أن ننتبه لها، وهو أن الحرف الأول إذا أدغم، حرف القلقلة الذي كان ينبغي أن يقلقل، إذا أدغم في مماثله أو مجانسه أن ذلك الحرف لا يقلقل بل يدغم، يعني إدغاما، يدغم إدغاما، فيبقى رسمه ويذهب، يعني يذهب من النطق تماما. إذا نعود أيضا للوحات التعليمية لنواصل بعض الملاحظات في القلقلة أو بعض الأخطاء الشائعة. إذا نذهب إلى اللوحة التعليمية. نعم. إذا بعض الأخطاء، بعض الأخطاء التي تحدث عند أداء القلقلة. إذا أداء القلقلة كما مر بنا أنه قلقلة الحرف تحدث حينما يعني نباعد طرفي النطق، نباعد طرفي النطق فيخرج هذا الحرف بالتباعد، وكان ينبغي أن يحدث بالتصادم لأنه ساكن، ولكن لكي نتخلص من هذه الشدة في حروف القلقلة هكذا نفعل كما مر بنا. إذن الخطأ الأول وهو خلط صوت يعني القلقلة بحركة من الحركات الثلاثة، خلط صوت الحركة صوت القلقلة خلطه بحركة من الحركات الثلاثة، الضمة والفتحة والكسرة. نعم. وذلك مثاله في قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أحد، نلاحظ أنه من أجل هذه القلقلة كسرت هذه الدال، وهذا خطأ شنيع. نعم، لأن صاحبه زاد كسرة في القرآن، قل هو الله أحد أحد، أو إذا قال أحد أحد، فخلط صوت القلقلة بكسرة أو فتحة أو ضمة هكذا، فهذه أيضا من الأخطاء الشائعة. فعمليا القلقلة تحدث بتباعد طرفي النطق، لكن الفكان لا يتباعد، الفكان لا يتباعد إطلاقا، وكذلك الشفتان لا 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 دخل لهما في هذه القلقلة. نعم، فلذلك هذا خطأ شائع. الخطأ الثاني وهو ختم صوتها بهمزة، ختم صوت هذه القلقلة بهمزة، كأن يقول القارئ قل هو الله أحد أحد أحد، فهذا أيضا خطأ شنيع، خطأ فاحش، لأن هذا القارئ زاد همزة ليست هي من القرآن، زاد همزة ليست هي من القرآن، الله الصمد د، الله الصمد، كأن همزة نسمعها. نعم. والسماء والطارق والطارق هكذا. إذن هذا أيضا من الأخطاء الشائعة في عند كثير من الناس عند أدائهم للقلقلة، وخصوصا المبتدئين الذين ما اعتادوا في كلامهم في لغتهم العربية وفي كلامهم اليومي أن يقلقلوا حروف القلقلة، فحينما يبدأون ممارسة التجويد يعني يقعون في هذه الأخطاء. الخطأ الثالث وهو مط صوتها وتطويله عن حده،
مط صوت القلقلة وتطويله. وهذا أيضا كثير كثير، وهو أيضا كثير في عربية المذيعين والمذيعات والصحافيين والصحافيات، من أجل أن يزين الواحد منهم صوته يمطط الحروف ويمطط القلقلة إن قلقل الحروف المقلقلة. وذلك نضرب لذلك مثالا دائما: والسماء والطارق والطارق، فيمد صوت هذه القلقلة. قل هو الله أحد أحد، الله الصمد الله الصمد. هذا خطأ، فالحروف المقلقلة حروف شديدة شديدة، ينبغي أن تكون سريعة، يعني صوتها ينقطع بسرعة. قل هو الله أحد هكذا، الله الصمد، لم يلد ولم يولد هكذا. فهذا أيضا من الأخطاء الشنيعة. والأصل كما سيأتينا في المدود أن الأصل في حروف اللغة العربية أنها مقصورة، ولا يمد حرف إلا بسبب، سيأتينا ذلك بإذن الله. الخطأ الأخير من هذه الأخطاء بتر حرف القلقلة عما بعده، بتر حرف القلقلة عما بعده، معناه أنه يجعل زمنا بين حرف القلقلة والحرف الذي يليه. نأخذ ذلك مثالا: يقطعون هكذا، يقول يق ويسكت طاعون. وهذه يفعلها بعض المشايخ والمعلمين لكي يبينوا القلقلة، فلا ينبغي أن يعني الطالب أن يقلد الشيخ وهو يشرح له، فلا ينبغي أن يكون هنالك فاصل بين الحرفين، فهذا سكت، والسكت يعني معروف في القرآن ومحدود، يعني أمكنته محدودة في القرآن. ولذلك هكذا نقرأ: يقطعون يقطعون هكذا يقطعون، ونواصل القراءة. فقراءة أحرف اللغة العربية متتالية، فلا نقول يقطعون يقطعون، هذه سكت، هذا سكت، فلا ينبغي. هذا أيضا من الأخطاء الشنيعة عند أداء القلقلة. إذن نمر إلى صفة أخرى، هكذا ننهي القلقلة، وهذه الأخطاء بإذن الله سبحانه وتعالى سنلاحظها كثيرا عند قراءة المتصلين، وسنركز عليها تركيزا. نعم، وقال رحمه الله: هذه هي الصفة الثالثة من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة اللين. صفة اللين يعني، قال في البيت الذي قبل هذا: قلقلة قطب جد واللين، إذن الكلام بدأ من هنا، واللين. نعم، إذن واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. إذن انتهى الكلام ها هنا، هذه هي صفة اللين. صفة اللين، والألف في قوله رحمه الله وانفتح للإطلاق وليست للتثنية، يعني هو يريد أن يقول هذا لضرورة الوزن والشعر وليست هي للتثنية. واو واللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، هذا هو السليم. إذن واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، إذا كانت الواو ساكنة أو الياء ساكنة وانفتح الحرف الذي قبلهما، وانفتح القبل الحرف الذي قبلهما. إذن ها هنا الواو لها حالات، إذا كانت ساكنة إما أن تكون قبلها كسرة، أو يكون قبلها فتحة أو ضمة. فإذا كانت الواو الساكنة قبلها ضمة يكون هذا مد، المؤمنون نون، إذن هذه الواو الساكنة قبلها ضمة، إذن هذه تكون واو مد، واو مد. ومر بنا أن حروف المد الثلاثة أن مخرجها من الجوف، نعم، هذه هي التي يقال لها حروف المد التي جمعوها في قولهم نوحيها.
فإذا كانت الواو قبلها ضمت كانت هذه الواو واو مد، وإذا كانت هذه الواو قبلها كسرة هذا لا يوجد في اللغة العربية على الإطلاق، لا توجد كلمة في العربية تكون واوها ساكنة وقبلها مكسورة، لا توجد إطلاقا. المرحلة يعني وإن وجدت قلبت، قلبت هذه الواو، نعم قلبت هذه الواو ياء لتناسب الكسرة. طيب نحن بحثنا هنا في حروف اللين وهو أن تكون الواو قبلها فتحة، أن تكون الواو قبلها فتحة، هذا هو الذي نعنيه أن هذه الواو تتصف بصفة اللين، تتصف بصفة اللين، كخوف، خوف، الخاء مفتوحة والواو ساكنة. إذن اللين صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، السبب ما هو؟ السبب هو سهولة جريانهما في المخرج، سهولة جريانهما في المخرج، فلذلك اتصفا بهذه الصفة وهي اللين. نعم، وذلك كهذه هي أمثلة: خوف، قوم، البيت، قريش، هكذا. إذن هذه الواو ينبغي أن تلفظ بلين، بلين. إذا نقول خوف ولا نقول خوف خوف، ولا نقول قوم قوم هكذا، لا، خوف، قوم، البيت، لا نقول بيت قريش قريش، لا، نقول بيت قريش بلين ورفق وبدون تكلف. إذا هذه هي الصفة الثالثة. قلنا أن ضابطها هو أن يكون الواو والياء كل منهما ساكن وقبله مفتوح، كذلك الياء. الياء أيضا ما قبلها احتمالاته ثلاثة: أن يكون مضموما أو أن يكون مكسورا أو مفتوحا. فإذا ما كان مكسورا كانت هذه الياء ياء مدية كنوحي حيها، وإذا كان ما قبل الياء مضموما فهذا أيضا لا يوجد في اللغة العربية، وإن وجد قلبت هذه الياء واوا لتناسب الحركة الضمة. نعم، الاحتمال الثالث أن تكون يكون ما قبل هذه الياء فتحة وهو الذي نعنيه، فهذه الياء تكون يعني لينة تتصف باللين، نعم، كقريش وكالبيت. نعم، إذا ننتقل إلى الصفة الأخيرة التي سنتحدث عنها اليوم وهي الانحراف، وهي الانحراف. قال رحمه الله: واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء. انتهى الكلام ها هنا عن الانحراف. والانحراف صحح في اللام والراء. إذن والألف في قوله رحمه الله صحح للإطلاق، ليكون البيت متوازنا متزنا شعريا، فهذه الألف للإطلاق وليست للتثنية. معنى ذلك أن نقول والانحراف صحح في اللام والراء، في اللام والراء. إذن حرف اللام وحرف الراء يتصفان بصفة الانحراف، الانحراف. نعم، إذن ما هو الانحراف؟ الانحراف لغة هو الميل والعدول، وعندنا في التجويد الانحراف هو ميل صوت الحرف، ميل صوت الحرف، ولا نقول ميل الحرف أو انحراف، لا نقول ميل اللسان أو انحراف اللسان، لا، هذا من الأخطاء الشائعة أيضا عند القراء الذين يدرسون التجويد. نقول الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، وحرفاه اللام والراء. نعم، حرفاه اللام والراء. فحينما نقول إل نلاحظ أن اللسان، رأس اللسان يصعد إلى فوق الحنك فيسد تلك المنطقة، فيأتي الصوت، فحينما لا يجد طريقا ينحرف عن يمين وعن يسار اللسان فيخرج، وهذا هو الذي يقال له الانحراف. ينحرف الصوت، الذي ينحرف هو الصوت لأنه لم يجد مخرجا يخرج منه، لأن اللام سد المخرج،
فاللام تضرب يعني رأس اللسان يضرب إلى فوق. إن إن نلاحظ أن رأس اللسان يضرب إلى فوق ويلتصق بالحنك الأعلى، فلا يجد الصوت منفذا ليخرج، فيخرج عن يمين اللسان وعن شماله، وهذا هو الذي يقال له الانحراف، وهذا هو الذي وهذه هي صفة الانحراف. نعم. في اللام ينحرف الصوت، في اللام ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان، من جانبي طرف اللسان ينحرف الصوت. أما في الراء فلا، ففي الراء ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه، يعني الصوت يأتي من جانبي طرف اللسان ليخرج من وسطه، لأن الراء كما سيأتينا تتصف بالتكرار. فحينما نقول رأس اللسان يرتعد مع الحنك الأعلى، فعند تلك الارتعادة ينحرف الصوت إلى وسط اللسان فيخرج من تلك المنطقة، وهذا هو الانحراف الخاص بالراء. فالانحراف الخاص باللام ليس هو الانحراف الخاص بالراء. إذن هذا هو الانحراف الذي نعني. الصفة الرابعة من هذه الصفات التي تميز هي يعني بعض الحروف عن غيرها وليست لها أضداد، هي صفة التكرار أو التكرير، وسنتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى عند هذه الصفة لنواصل منها هنا في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أكتفي بهذا القدر النظري لنعود إن شاء الله بعد الفاصل لاستقبال مكالمات المشاهدين وكذلك أسئلتهم، ونلاحظ أيضا على قراءاتهم. إذن إلى ذلك الوقت، إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا نأخذ فاصل لنعود بإذن الله سبحانه وتعالى لنستقبل اتصالات المشاهدين. جدد حياة القلب بالقرآن. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن ها نحن عدنا بحمد الله سبحانه وتعالى، هذه الفقرة المخصصة لاتصالات المشاهدين، استفساراتهم، قراءاتهم. إذن إذا كان هنالك اتصال نستقبل اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي، ما اسمك؟ حياكم الله. وخيرت بها، كيف حالك؟ كيف حالك بها؟ أنا سعيد جدا باتصالك أخي. نعم، باب الخطري الصحفي، وهو إن شاء الله. جزاك الله خيرا، أنت من الصحفيين النادرين الذين يهتمون بالقرآن، ولو علم الصحفيون فائدة التجويد وأثره على قراءتهم وعلى تقديمهم لا قرأوه أيما قراء.
نعم نعم لكي نكون من الذين أنعم الله عليهم، لكي نكون مع الذين مع الصديقين والشهداء والصالحين في دارنا أحضر الله شهر. من أين تقرأ اليوم تواصل الآيات؟ نعم، إذا نذهب إلى اللوحة. آيات من إذا المخرج سيضع نعم هكذا، هذه هي الآيات المخصصة اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. أريد أن أوجه تحية احترامي وتقديري لقناة الساحل على هذا البرنامج وعلى هذا الإخراج الجميل والرائع. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بها أرفع صوتك قليلا. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فتراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بارك الله فيك أخ خطري. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخ خضري، قراءة ممتازة، تحسنت كثيرا. عندي ملاحظتان طفيفتان. الملاحظة الأولى، ربما يعني أطلت المد في قوله فأراه الآية الكبرى. الآية الكبرى هذا مد طبيعي، إذا مد حركتان فقط، فأراه الآية الكبرى، هذه الملاحظة الوحيدة في قراءتك. توجيه، وهو أن تتدرب كثيرا. صوتك جميل وقراءتك ما شاء الله جيدة، عندما تتدرب يمكن أن يكون أداؤك أحسن من هذا بكثير. تدرب كثيرا، اقرأ 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 القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوه، معناها أكثر من قراءته. فبالتمرن يتحسن أداؤك تحسينا عجيبا. ولذلك ابن الجزري قال رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. روض فكك على التجويد وعلى القراءة، تتحسن تحسنا عجيبا. واستمع لخصوصا للشيخ الحصري رحمه الله وعبد الباسط رحمه الله. إذا نأخذ اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك. وعليكم السلام. لا يستحق، من الله واحد. أو طيب تفضلي. لا يستحق فيك الإخلاص. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ملاحظات. بارك الله فيك، ان تستمع لملاحظاتي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أو ولم يكن له كفوا أحد. هكذا. إذا نأخذ اتصال آخر. من متصل؟ لم أسمع. من؟ إذا انقطع الخط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذا نأخذ اتصال. نعم. نعم تفضل. نعم ما اسمك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ما اسمك؟ الشيخ محمد شيخ. شيخ محمد شيخ، تفضل أخي اقرأ. الشيخ محمد شيخ. شيخ محمد شيخ تفضل، أنت يعني متصل وفي للبرنامج، اقرأ بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا نضع الآيات المخرج. بسم الله. نعم اقرأ. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بارك الله فيك. الله العظيم. بارك الله فيك أخي، عندي ملاحظات عليك، وهذه المرة غريب لأنك في المرات الماضية كانت قلقلتك ممتازة، واليوم قلقلتك لا تقلقل هذه الحروف. ابتداء من الخطأ الأول، اذهب اذهب، أنت قلت اذهب اذهب إلى فرعون، هذا الخطأ الأول. إذن هذه الباء مقلقلة. اذهب إلى فرعون إنه طغى، وكذلك هذه الراء مرققة، أنت تقرأ بحفص فرعون إنه طغى. الخطأ الآخر في قوله فكذب ثم، في قول الله سبحانه وتعالى ثم، هذه الشدة والغنة كان مدها طويل، قلت ثم. نعم هي حركتان فقط، حركتان فقط، الحرف المشدد الميم المشددة تغن حركتين، ثم فقط. ثم أد، وهذه الدال أيضا لم تقلقلها، قلت ثم أدبر أدبر، لا هذه ليست قلقلة. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، الخطأ الأخير في قولك فقال أنا أنا، هذه الألف عليها صفر لا تقرأ، رسمت لكنها لا تقرأ، فلا نقول أنا،
فقال أنا لا. نقول فقال أنا أنا فقال أنا ربكم الأعلى. وأنا هذه أنا في اللغة العربية كأنا، نعم هي لغة، هي لغة. نقول كما أننا نقول أنا نقول أنا بالقصر، نعم. إذا نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله، تفضلي، ما اسمك؟ السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله، معكم دروها. تفضلي دروها. صاحب رواية قلم إن شاء الله. تفضلي اقرأي ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا نظهر الآيات. هل أتاك حديث موسى يناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بارك الله فيك، دعواتكم الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياك من أهل القرآن وخاصته. إذن عندي ملاحظتان فقط، قراءتك ممتازة كالعادة. الملاحظة الأولى في اذهب، لم تقلقلي جيدا هذه الباء، اذهب إلى فرعون. الملاحظة الثانية هي أنك فخمت هذه الراء، اذهب إلى فرعون. فرعون هذه الراء لا تقرأ فرعون، تقرأ مرققة فرعون، قبلها مكسور وهي ساكنة فتقرأ فرعون. حفص وقالون، نعم. نأخذ اتصال آخر. إذا اتصال أخير اليوم، ربما أزف بنا الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام، ما اسمك؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معك مترشحة من نوايد. تفضلي اقرأي. معك عدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى
فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. يمكن أن تكون قراءتك أحسن من هذا. أنصحك بأن تستمعي للحصري برواية ورش. أنت قرأت برواية ورش، إذن استمعي للإمام رحمه الله الحصري بقراءة ورش. هو عنده حفص وورش، إذن المشهور عند الناس هنادا يضعوه ورواية قراءته بحفص. إذن عنده مصحف مسجل برواية ورش، اسمعيه. سألاحظ ملاحظة واحدة هي في الاستعاذة، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الطاء مفخمة لكن لا نبالغ في تفخيمها. طو، قلت طان الرجيم، نعم تفخم ولكن بدون تكلف، تفخم بدون تكلف، وكذلك سائر الحروف التي تفخم، تفخم من دون تكلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا. إذن أنصحك بأن طبعا تتابعين عبر هذا البرنامج، ستستفيدين بإذن الله، وأن تستمعي للقراء المجود يعني المتقنين كالحصري وغيره. إذن هكذا انتهى وقت المقرر لهذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وإلى الأسبوع المقبل في نفس الوقت. إلى ذلكم الحين، هذا أنا حماه الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به